السلام عليكم، شباب شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم محاضرتنا هو بالتمريض المريض الناسي كير او بيشن كارديو باسكولار ديسور، تقديم الاستاذ الدكتور حكيم شاكر حسن من كلية التمريض جامعة بغداد فرع تمريض المريض. شباب قبل ما نبدي طبعا المحاضرة أكو بس إنترودكشن يتضمن الأناتومي مالت الهارت. شباب الأناتومي مالت الهارت إنتو مثل ما تعرفون ماخذيه بالعام والسنوات السابقة، إنه الهارت يتكون من الفور تشامبر اللي هو اثنين أتريوم ذيين، أكو عندنا الفنتريكا والسيركليشن يجي انه الدم يجي هنا من الرئه، يعني موجوده رئه دي كلها في ابر يمر خلال عندنا البولميناري بازلز، ومن البولميناري بازلز يروح الدم للليفت اتريوم. فالليفت اتريوم حصير مرحله انه مرحله كونتراكشن يتقلص فيمر بيسنج اوف ذا بلاد مايترال بعض هنا عاد مصطفى إلى وين الليفت فينتركم، لما يمر الثاني بالفينتر الليفت فينتركم حصير أيضا إنه تيجي مرحلة أخرى إنه مرحلة السيستوليك أو مرحلة كونتراكشن أو مرحلة تقلص نقول عليها، فيندفع الدم خلال الأورتيك هذا الأورتيك الأحمر إلى كل أنحاء الجسم. وبنفس الوقت شباب يجي الدم من كل أنحاء الجسم عن طريق السيريال فيني كيبل هو خال الحمر، وعن طريق السيريال فيني كيبل عن الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي هذا والوريد الأجوف العلوي. فهنا وين يمر؟ يروح للرايت أتريوم. من الرايت أتريوم يصير أيضا مرحلة الكونتراكشن، فوين يعبر؟ عن طريق الفراكاسبيد بول into the right ventricular. right ventricular من the right ventricular حيصير شنو؟ مرحلة السيستولي، حيمر الدم عبر البولميناري artery وين يروح إلى الرئة، وهكذا إنها تجري هاي العملية. شباب هذا بس نبدأ مختصرة بس حتى أذكركم فيما مضى من عمركم اللي هو انتم ماخذين التشريح مالت الاناتومي مالت الهارت. شباب احنا اللي اريد ناكد لكم ايضا انه بالهارت اكو تو تايب اوف فالف، اكو الاتريوم فينتريكال فالف اللي هي هاي المايترال والتراكاسبيد اللي تفصل بين الاتريوم وبين الفينتريكال، واكو السيميونار فالف اللي هي الصمامات الولاديه، هذه تفصل بين الجريت ارتري وبين الفنتركال اللي مثال عليه عندنا الاورتيك بال وهنا عندنا الترايكاسبيد بال. هذه طبعا هذا فيما يخص هذا السلايد. هسه شباب نروح على الشيء الثاني اللي هو من ضمن مالتكم الاوتلاين. هسه اول شيء عندنا الاناتومي عن الفيزيولوجي، ثاني شيء انه الكلينيكال مانيفستيشن للعلم للمريض اللي هو عنده كورديشن ويد كارديو فاسكولار ديس اوردر. شباب الكلينيكال يعني لو للمرضى اكو بس علامات الكارديو فاسكولار معناته يتميزون بها عن شباب كل جهاز الى علامات خاصه يتميز بها. هسه نذكر لكم هاي قبل ما ندخل احنا بالامراض هاي نذكركم قليلا. فهسه هذا المريض مالتي يتميز بعلامات الدسنية. شباب الدسنية يعني تمثل ما تعرفون هو ضيق النفس شورت اوف بريثنج، والدسنية بها انواع اكو الاكسيرشن اوف دسنية. شنو الاكسيرشن اوف دسنية؟ الاكسيرشن اوف دسنية هو انه الدسنية اللي يصير ويب اني اكتيفيتي، يعني هو سوي مثلا يقول لك المريض انا من امشي مسافه شنو اصير ضيق بالنفس، او يمن دورات او قسم من المرضى طبعا حسب الديزيز وحسب
اكو يعني اشياء هذه بالجسم اللي تحددها يعني اشياء خاصه يعني هواي اشياء تحدد انه نقول هذا اكثر شان دسنيه والشده مالته تتحدد بس بعدين نعرفها بس بس احنا نعرف نعلمك المصطلحات الاكثر شان دسنيه معناته الجسم اللي يصير ويعني اكثر شيء يعني اذا قلت لك المريض اني اصير عندي ضيق بالنفس يمن اقعد يعني هو نايم بس يقعد على الكرسي يصير عنده ضيق هاي شيء يسموه الاكسبشنال دسنيه لان هاي الدسنيه صارت ويا قعدته او يقول لك ان المريض اني اصير عندي ضيق بالنفس من امشي مسافه ويا من اروح للتواليت ويا من البس ملابسي فهاي شنو هاي الدسنيه بيصير ويا الاكتيفيتي في شيء يسموها الاكسبشنال دسنيه الأرقام يا شباب هذا إنه المريض ما يقدر ينام flat position يعني يمن ينام بدون مخدة يصير عنده ضيق بالنفس أنتوا شنو تشوفون هذا المريض شباب تروحون للمستشفى تشوفون المريض جوا راس عنده مخاديد يقولوا ليش يقول لك يمن شنو المخاديد من جوا راسه يقول أنا أشعر ضيق بالنفس فهذه شيء اسمه الأرقام هي الدسنية اللي يصير in flat position البروكسيسمال نكتوريال ديسنيا شباب هاي الديسنيا اللي يصير بالليل يعني المريض ينام ويقعد بالليل مفجوع صاير عنده ضيق بالنفس ومش راح هذا ضيق الا انه ياخذ وضعيه عدم ستاند بوزيشن الا انه يوقف يروح عن الديسنيا في شيء يسمون هذا المصطلح يسموه البروكسيسمال نكتوريال ديسنيا شباب البولمينر اوديمال ديسنيا هاي شنو هاي الديسنيا هذا ضيق بالنفس يصير ويا كف والكف يكون من نوع البرودكتيف البرودكتيف يعني ويا سبيوتم وهذا سبيوتم وهذا عندنا سبيوتم يعني ويا بلغم وهذا البلغم يكون من نوع قمر سوي رغوي فروسي يعني يكون تخين ودورات يكون لونه ابيض ودورات يكون بيج شكلها فالبولمينر الأوديما ديسنيا هي نقول ممكن نقول عليها ديسنيا اللي يصير ويا الكاب والكاب يكون من نوع البرودكتيف كاب اي بي سيليتم وسيليتم يكون رغوي فروتي ويكون لونه اما وايت كلر او بيج شكلها زين ها خلصنا من ديسنيا بس عندنا تشيسبين شباب المريض مالتنا هذا يمتاز انه عنده تشيسبين والتشيسبين احيانا نقيمه نقيمه مثل ما علمتنا ويمنا نسوي ذا اسسمنت مثل ما علمناكم بالهيلث اسسمنت لازم تسالون وين اللوكيشن مالته وين الرايديشن الكواليتيف تسالون عنه تسالون عن الكوانتيتيف تسالون عن يعني عن الانتنستي مالته تسالون بعد على الرايديشن مالته تسالون عن الفاكتور فور بريسبيتنج يعني الاعمار اللي تؤدي الى حدوث الالم تسألون عن العوامل اللي تخفف الألم تسألون عن السانسيتم الأسوشيتد ويز تشيسبين فهاي شغلات شباب إنه لازم إنه تتبعوها الشغلات اللي إحنا سويناها بالهيلث أسسمنت إنه لازم تتبعوها هنا ويمنسون أسسمنت للتشيسبين شباب إحنا العلامة الأخرى اللي يمتاز بها مريضنا هو الكاف الكاف يكون طبعاً أقول مصطلح يكون البرودكتيف ونان برودكتيف شنو معنى برودكتيف؟ يعني كف ويا سبيوتم يعني كف ويا بلغم وإذا كانت تلقى حاجة شي يسمون مصطلح نان برودكتيف شباب ماكو مصطلح يعني بالتكست بوك مالتنا ماكو مصطلح اسمه دراي كف هو صحيح أكو قسم من الكتب قد تكون موجودة بيها بس المصطلح العلمي الشائع أكثر شيء احنا نسميه برودكتيف ونان برودكتيف شباب هذا المصطلح استعملونه هذا المصطلح هو العلمي هو اشياء اكثر شيء زين شباب بس عندنا البادي تيشن اللي هو شنو الخفقان وهذا الخفقان شلون تتعرف عند المريض طبعا احنا البادي تيشن هاي احنا نعرفها بالاي سي دي بس انتم هسه المنهاج مالتكم ضيق ما يتسع اني احكي لكم على الاي سي دي بس احكي لكم شلون تقدرون تعرفون المريض عنده خفقان شباب تجون على النبض مالته تدخلون ايدكم على النبض فتشوفون النبض اذا كان النبض
محترم وسريع يعني اكثر من النية، هذه اعتبر ماذا عنده بعض البيشن. شباب خليت بيتكم على الباص وشفتوا النبر مالته سريع وغير محترم، هذا ايضا يعتبر عنده بعض البيشن. اذا انتم شباب خليت بيتكم على الباص وحسيت اكو وجود ضربة شي قوية شديدة، فهذا ايضا ضربات يعني قوية شديدة، فهذا معناته ايضا عند المريض بالبيتيشن. اذا الشباب اذا شفتوا المريض طبعا دورات اذا كان عنده المريض عن تسارع ضربة قلب ومفاجئ، فهذا ايضا يعتبر عند بعض يعني ما تتخذي على اذا شفت النبض مالته جاي حدود معينه وبس مثلا عنده تسارع ضربات بالنبض وبعدين ضيق رجع، فهذا معناته شنو عند المريض بالبيتيشن. هاي حالات اربعه يمكن ان نعتبر المريض عنده بالبيتيشن. شباب بعض العلامة اللي يمتاز بها المريض مالتنا، هذا عندي فتيك ويكنس، هاي من نتيجة انه لقلة في الكارديك اوتبوت يصير عندنا المريض هذا عنده فتيك ويكنس. من العلامات الاخرى اللي يمتاز بها مريض ما هو يصير عنده ساينوسيس، والساينوسيس شباب هو الزرقاء، والساينوسيس اكو نوعين، اكو سنتر ساينوسيس والبارفر ساينوسيس، وهذه طبعا قسموها العلماء اكوردنج تو ذا كوزز. يعني سنتر ساينوسيس شباب كوزز مالته اما هارت او لانج ديزيز، في حين البريفرال ساينوسيس الكوزز مالته يصير كونستراكشن بال يعني تقلصات بالاوعيه الدمويه. يعني اذا سنتر ساينوسيس شباب ان شاء الله يمن تصير امور زينه، وان شاء الله على الكورس الثاني اذا صارت امور زينه ورحنا للبيطار فحنراويكم المرضى شلون يصير عندهم ساينوسيس، شلون يشوفون الزرقاء مالتهم، أو في حين أنهم البرفرس طبعا الزرقاء يصير على أكثر شيء يصير باللبس مالت المريض، ويصير بالنيال المكان الزرقاء يشوفوها بصورة عامة، ويشوفون حتى بالتيب أوف نويز، ويشوفون بالتيب أوف إير يعني قرطة في الإذن أيضا يشوفون الازرقاق. اشوف من الازرقاق طبعا قلنا باللبس قد يكون اروندا ايز ايضا يشوفون الازرقاق. شباب هذا ان شاء الله نشوف لكم كلها يمن احنا نروح للمستشفى وراويكم المرضى شلون يصير عندهم الازرقاق. شباب الاوديما شنو معناته؟ هو اكوموليشن اوف ذا فلويد الانترستيشن تجمع السوائل بالجسم طبعا، والأذن شباب بيها أكو بيها درجات بيها سكورات، يعني احنا نعطي درجة انه هاي كلها درجات احنا ان شاء الله نعلم ايالكم ايضا شوف نعطي درجة الصفر وشوف نعطي واحد وشوف نعطي اثنين وثلاثة واربعة، هاي كلها شباب ان شاء الله احنا نعلم ايالكم ايضا بالهيلث اسسمنت لما ناخذ لسه البارفرا السيستم بالدرجات ونطيقهم بيها ونطيقهم ايضا بالمختبر السينكوبي اللي هي فقدان للوعي loss of conscious for short time. والسينكوبي هذا طبعا قد يصير بانواع، قد يصير الاغماء الجدي يعني انه يمن واحد هذا شباب في حالة مثلا الأورتيك ستينوسيس يعني أكو طريق بالصمام الأظهر، هذا المريض مالك من شباب إن شاء الله لما تروحون للنبي طيب يشوفون هذا المريض شو تقولوا له؟ تقولوا له صار عندك أغماء يعني تفقد الوعي ورأس مدة قصيرة، شو يقول لك؟ يقول لك أني يمن أد الجهد يمن يشتغل دورات شنو أنه يصير عندك هذه الحالة مالت الأغماء، فهذه حالة الأغماء اللي يصير نتيجة الجهد فيسموه الأغماء الجهدي. أكو الأغماء التلقائي، أكو هذا يصير في حالة عندنا يمن يصير حصر بالحزمة القلبية، يمن أكو اضطرابات من نظمة القلب يعني حصر بالحزمة القلبية، فيكون إنه هذا بدون بذل جهد يصير عنده أغماء.
جوها في انه يشبه من نتيجه هذا الصحه المريض من نتيجه انخفاض حصيله القدم، فيصير انه المريض يقول لك انا اشعر بان في دورات اشعر الغرفه تدور بي. شباب هذه طبعا هي نقدر نقول عليها هذه الكلينيكال مانيفستيشن. هذا مريض الكلينيكال مانيفستيشن اوف كارديك ديس اوردر، هذا مريضنا او الكارديك يمتاز بهذه وبصوره عامه. شباب بصوره عامه يمتاز بهذه العلامات. طبعا هسه احنا وصلنا الى الدايجنوسيس، الدايجنوسيس انفستيجيشن ان كارديولوجي. طبعا الدايجنوسيس انفستيجيشن طبعا او بروسيجر بيها تو تايب، اكو انفستيف واكو نان انفستيف. هسه نقول لكم شنو معنى عندنا شنو الفحوصات اللي هي الانفستيف. يعني النان انفيستيف اللي هو شنو، يعني ما تستخدم نوت يوز فور ذا انفيتينج اوف ذا سكين، يعني ما يحتاج انه يعتقد السكين. فالمثال عليها انه بالنان انفيستيف اللي انا جاي لكم فحوصات اللي هي اكثر شيوعا بالمستشفى، المثال عليها اللي هو الاي سي جي. الاي سي جي هو نقول عليه طبعا الجراف ريكوردينج اوف ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت، طبعا يقيس الفعاليه الكهربائيه لعضله القلب. والاي سي جي كان بي ريكورد يسجل وذ 12 اي سي جي شوينج ذا اكتيفيتي اوف فروم ذا ديفرنت references bomb مختلف النقاط مختلف الميلاد. استاندر اي سي جي هو اللي هو الفور اي سي جي is used to diagnose this arrhythmia. يعني انه نعتبره هو بس تول نقيس به الاضطرابات من نظر this arrhythmia و condition abnormality. يعني اذا كان بالتوصيل الكهرباء إذا كان أي شيء abnormal غير طبيعي إنه يقيس. يمكن إنه نعرف من خلاله إذا كان أكو enlargement بالهارت شامبر، يعني بالشامبرات مالت القلب، يعني إذا كان بالبطنين أو بالإذنين أي تضخم يمكن إنه يتبين بالإي سي جي. يمكن إذا كان أكو فقط ترويا مايوكارديال أو في حالة المايوكارديال انفاركشن، في حالة انعشان العضلة القلبية يمكن أنه يظهر أيضا تغيرات بالإي سي جي. في حالة إن الهاي أو لو كالسيوم أند بوتاسيوم ليفل، أو في حالة إذا طبعا تأثيرات يمكن أن يقدم تأثيرات بعض الميديكيشن الإفكت أو سام ميديكيشن، يعني مثلا كالسيوم واحد من سايد افكت سبب بريديكارديا، فيمكن انه بالاي سي جي يبين اذا كان عنده بريديكارديا. مثلا يعني افكت اوف سام ميديكيشن يمكن انه قد يظهر بالاي سي جي. هذا يعتبر شنو الاي سي جي الالكتروكارديوغراف، هو يعتبر من ضمن عندنا الفحوصات بينان انفيسيف. من ضمن الفحوصات بينان الاسبلتيشن اللي هو بالاسبلتيشن يوز فور ذا سيستيرتسكوب. شباب ان شاء الله احنا بالهيلث اسسمنت هسه نعلمكم انه اكو بالقلب اكو اصوات طبيعيه واكو اصوات غير طبيعيه، يعني اكو مثل الاسمان اللي ينتج والاسفو والاسفري والاسفو والمرمر، هذه الاسفري والاسفو والمرمر يمكن ان نعتبرها اصوات غير طبيعيه. طبعا يمكن انه تشخص يعني دائما يسمع نسمع بها يمكن انه دلاله اكو بس دفت بالها. طبعا ايضا من ضمن النان انفيسيف دايجنوستيك اللي هو كيس اكس راي. هاي بالكيس اكس راي هي شو نشوف
بينشيل السايز اوف ذا هارت، وكذلك يمكن انه تعطينا الشيست اكس راي على حاله البولمينري اذا كان فيها كونجستشن يعني احتقان، يمكن هذه اللي هي دائما تكون مرافقه في حاله الهارت فيلر، مرافقه لحاله الهارت فيلر. شباب من الفحوصات الاخرى اللي هي النان انفيزف الموجوده بالمستشفى وان شاء الله لما تكون بالمستشفى حتشوفوها هو الاكسرسايز ستريس تيست. شباب هاي الاكسرسايز ستريس تيست او التريد مارك اكسرسايز، هذا راح نسوي الفحص حتى اسيس فور جنرال كارديو فاسكولار فانكشن اند تشيك اوف فور اكسرسايز انديس بروبلم. شباب بعد الفحص بعد شلون يتخلى على جهاز مال تريدمر، على جهاز مال تريدمر اللي هو الشريط يمشي على المريض ويكون مرتبط هذا الجهاز مرتبط بجهاز اخر يتحدد بالسبيد بالسرعه ويتحدد بالانكر اللي يمشي بها الجهاز، ويتم زياده السرعه والانكر كل ثلاث دقائق تريدمر، ويكون خلاله المريض يعني خالية لأقنية الكترولايت مالك الECG 12-ECG وخالية لأقيسون طبعا كاف وقيد قياس دبلات الضرجة، وخالية هنا مونيتورينج حتى يراقب ايش حيصير عند المريض من البروبلم، يمكن قد تنتج خلال الاكسرسايز تيست. طبعا من الفحوصات الاخرى اللي هي نعتبرها نان انفيزيف هي الايكوكارديوغراف. الايكوكارديوغراف هو از نان انفيزيف الالتراساوند تيست ذات از يوز، يعني انه تستعمل حتى نقيس السايز والشيب ونسيب بلاغ السايز والشيب والموشن اوف كارديكس ستراكشر. طبعا it is practical useful tool، هذا التول يمكن نستفيد من عنده حتى لتشخيص البريك كارديو فيوجن في حالة إذا كان أكو يعني سوائل بتجي في القلب بتجي في الجنب مرض القلب، أو في حالة يمكن أنه نعرف شنو السبب مرض الهارت منظم دور السبب. شباب السبب مرض قد يكون يعني اكو ديفكت بالهارت، يعني مثلا انت تجي مثلا في الطبيب يسمع الطبيب عندك هارت مرمر، يعرف شنو السبب، احتمال اكو بعض ديفكت او احتمال اكو بس يعني اكو ديفكت بالهارت، قد يكون كونجنتال هارت ديفكت يعني قد يكون VSD AS D، هذا عند المريض باتنداك ارتيريوس احتمال يعني اكو عند المريض. فهنا بيكو حتبينين شنو الديفكت الموجود بالهارت واللي هو ادى الى ظهور عالي الهارت مرمى. ممكن ايضا انه بالايكو ممكن انه ايضا يسوي ايفالويشن للفاكشن اوف ذا بروستاتيك هارت فالف، يعني مثلا المريض بالتبيلة الصمام فيجي نشوف الصمام شلون يشتغل، يمكن انه يسوي له هذه الايكو حتى يتبين انه الفاكشن مالته، يمكن انه يتحدد يمكن انه ايضا هذه تفيدنا الايكو حتى نعرف التشمبر سايز، يمكن قد يكون نتيجة الحالة المرضية نشوف المريض اللي نعرفه بالعرض، فهذا يبين إذا كان عند المريض أن الارجمنت بالعرض. يمكن أيضا يسوي بالإيكو ممكن أن نعرف evaluating for the warm motion الventricle motion، يمكن أن نعرف حركة الventricle في الفحص الإيكو. طبعا أيضا من الفحوصات الانفيزيف هو الهولتر مونيتورينج. شباب هذا الهولتر مونيتورينج أيضا هاي كلها فحوصات عملية كومن اللي هو موجودة بالمدينة وموجودة بمستشفى بغداد، أنا لا أذكر إياكم الكومن.
بس اكثر شيء احنا نسويه بالاوت بيشنت طبعا نعمل هذا انه ما نريد مايت اي سي جي يمكن انه كان لي مونيتر باي بوتر اي سي جي وبعد الفحص هذا شنو هذا جهاز صغير يخلي للمريض يرتبط القاعدة الميداد ويقول للمريض انه يروح للبيت يمارس فعاليات الحلو يعني الاكتيفيتي ديال الايفنت فهذا حيسجل يسجل يرتب شو صار عند المريض اثناء ما هو يعمل الاكتيفيتي فور ديلي ليفينج طبعا يسجل مدة من 10 إلى 24 ساعة يسجل بعدين طبعا ثاني يومين نجي حناخذ هذا الجهاز ونجي نخليه على الكمبيوتر أو الجهاز ويحدد لنا ايش صاير عند المريض خلال يعني خلال هاي 24 ساعة اللي مضت بعد احنا هذا على الجهاز وعشان الوايرات الوداد يعني على صدر المريض وهذا الجهاز اللي يعتبر محمول فياخذه ويروح ليه هذا الوولتر المونيتورين ايش حيساعدني؟ يساعدني الطبيب تشخيص الدس ارثمية تبين هو يعني نوع من الدس ارثمية اللي يعاني من عندها المريض تبين اذا كان عند المريض مايوكارديال اسكيميا يعني اذا كان عند المريض نقص بالتروية القلبية يمكن ان يستعمل به الفالوريت الثيرابي سج از انتي ارثميك دراكس او انتي انجانال ميديكيشن يمكن ان يضيق الطبيب انتي ارثميك دراكس يعني ادوية او انتي انجانال ميديكيشن ويريد شوف ايش قد استفاد من عندها المريض استفاد من عندها قليلة هاي الارثمية الاضطرابات من النظم قليلة آلام الصدر هاي الأدوية يمكن أنه يخلينا يخلينا هذا الجهاز البيسميكر فاكشن اللي هو هالشغال بس هذا البيسميكر طبعا نحكي عليه إن شاء الله بالكورس الثاني طبعا هذا البيسميكر فاكشن هاي إذا صارت الأمور زين ورحت للنبيتر أشوفون مرضى عندهم البيسميكر جهاز مرتبط بالمضربات القلب وطبعا هذه شنو حتى ينزلوا هذا الجهاز شو يسوي حتى الطبيب اللي يعرف انه هذا الجهاز اللي شغل زين فينزل شنو نخلي للمريض الوولتر مونيتورين على 24 ساعة فيشوف انه هذا الجهاز البيت مالته يعني انه هذا الجهاز اللي يشتغل زين تبين من خلال الويل من خلال فخر الشباب يسموه وولتر مونيتورين يقول جهاز المتنقل مرحبا سعيدنا خلصنا ان البيسك اللي هي الاكثر شيء شنو عن شباب صاير وفا ما تفتاكتر اللي هو البيسك البيسك شنو يعني يسمون بالمتنقل يعني يسمون تقبل الجلد مثلا شباب هذه طبعا اللي هو الكارديكافتريزيشن الكارديكافتريزيشن يصير من خلال طبعا هذه الكارديكافتريزيشن هو موضوع كلش كبير حناخذ الفصل الثاني بس يصير يكون عندنا نحكي عن الدياجنوستيس لازم نحكي بسيرته شباب عن الدياجنوستيس اللي احكي لكم هذه الكارديكافتريزيشن هو شيء موجز يعني هو لانه بالكورس الثاني حكي لكم صوره موسعه هو الكارديكافتريزيشن شباب هاي شنو هاي الفنون بيسنج فور ذا واير هذا يعني سينبو إلى داخل القلب ومن خلاله طبعا أقول هاي الغرفة اللي أنتوا شفتوها شو موجين الزبارة يخلون هنا المريض ينام ويمن يدفعون هذا الواية عن طريق الفيما والبارتر اللي هيشوفون وهذا مع جهاز مالت الأشعة هنا أقوم مونيتاري يشوفون وين وصل هذا الواية يعني يوصل للقلب فالقلاله أي يقيسون طبعا ميجر فور ذا بريشر والضغط اسيس فور ذا ضغط واسيس ايفالويتد للهارت فانكشن خلاله من خلال انه يشوفون البلاد فلو فروم ذا هارت طبعا هنا
نقدر نفسر ايضا او مصطلح اخر من جبراف، يعني يسمون فصل اي يكون المقصود بتلون الشرايين ما تبقى، يعني اذا صار اكو ابستراكشن بلا اختلاف قلبيا بخلال الخصره هاي يسمون كاربيكاربتيزيشن. والكاربيكاربتيزيشن اكو دورات تصير، تصير طبعا علاج للثيرابيوتيك، ودورات تصير دايجنوسيس. الدايجنوسيس يكون في الكاربيكاربتيزيشن اذا كان اكو اي ابستراك، يشوفون اذا كان اكو اي ديفكت بالهارت. بينما الصيغ العلاجيه في حاله النيران تكون هذا عندنا الديفكت، مثلا عندنا بالون انجيوبلاستي هاي علاجيه عشان يكون البالون يشوف يفتحوا وبعدين ينفتح عندنا الارتري. طبعا ايضا مهم الانفيستيف التيست هو اللاتيس هو الكرياتين كاينيز اللي هو اتز ايزو انزيم. طبعا هذا الانزيم يكون كرياتين فوسفاتاميز هيكون موجود طبعا يتحرك لما يصير اكو انجري اكو اكيوت مايوكارديال انفاكشن. طبعا يبدي يرتفع بالساعات الاولى ويوصل النورمال رينج مالته من 5 الى 25. طبعا لما يصير اكو امراض يعني يصير اكو عدد القلب فهو حيرتفع يصير فوق هذا المعدل. وهذا يعتبر من اهم الانزيمات ذات الدلاله الصحيه وحيث يبلغ ضربته خلال 24 ساعه ويعود إلى نسبة الطبيعية بعد 72 إلى 96 ساعة. طبعاً من الإنزيمات الأخرى اللي هو الكروبين تيست، أو هذه التيست مال الكروبين اللي هو نوع من أنواع البروتين الموجود بعدد القلب، والميكروبين هو ما موجود لا يوجد ميكروبين عدد في الدم، لكن لما يصير بالهارت مصلز ارت دامج فالميكروبين يتحرر يروح الى البلاد سترين دامج الدم از لا هارت دامج فانكريز جريتر امونت اوف بروبين. لما يصير اكو دامج الدم طبعا النسبة الطبيعية مالته بالأدلت هو ليسنان وبومتوان من جرام بالمليتر، ويمكن أن يكون التروبين ليسنان وبومتو 3 من جرام بالمليتر. طبعا أيضا من الإنزيمات الأخرى اللي هو مايوكلوبين اللي هو طبعا هذا استخدام للكشف عن طريق عملية تعاملات القلب، وهو بروتين صغير يكون معه ديتكتيف مصل دامج. ومايوكلوبين اسمه اكسجين بروتين فاوند ان هارت اند سيركيليتر مصلز، يكون هو بروتين صغير ملزم للأكسجين يكون موجود في القلب والعضلات الهيكلية. وإن هارت مصلز أو سكيلتون مصلز إنجري لما يصير أكو إنجري بالهارت الميكروبين إز ريلز إنتو ذا بلاد. طبعا يعني وين حيروح؟ حيتحرر إلى يروح للبلاد ويتحرر بسرعة كبيرة والسيدير دمج في المصلز. يبدو يتحرك خلال من واحد إلى ثلاثة أو أكثر من أمس قبل أو أن أكيد أمان، ويبدو ضربته من 4 إلى 12 ساعة، ويتيرن في النورمال بعد 24
الميكروبين طبعا الرينج مالته هو من 25 إلى 75 ملي جرام، أيضا نفس الوحدة الكوليسترول الترايجليسيرايد هو ليبو بروتين مشهور في evaluated persons with poor development atherosclerosis especially if there is family history of premature heart disease or to diagnose with protein abnormality. طبعا يتم قياس الكوليسترول بدون الثلاثي والبروتينات لتقييم خطر الصادر معروف بالديفلوبمنت اثيروسكليروسيس ديزيز سبيشال اف ذير از فاينلي خصوصا اذا كان يكون من فاينلي هيستوري مال اثيروسكليروسيس او اذا كان طبعا يمكن انه تشخيص اذا كان اكو شذوذ معين في البروتين او يعني نفس أو طبعا إذا كان عنده history of premature heart disease or diagnosis specific lipoprotein abnormality إذا كان تشخيص شذوذ معين في الدهون. طبعا هذا الكوليسترول بالنسبة مالته بالنسبة طبعا 200 to 100 ملغرام دي أر والترايجليسيرايد اللي 50 ملغرام جل عند الهايبوميستري ليبوبروتين 60 ملغرام واللودوميستري ليبوبروتين 60 إلى 130 ملغرام دي أر والكوليسترول الهايبوميستري 40 عشرين. اللي هو الانفيسيف بروسيجر للبلاد تيست اللي هو الكرياتينين فوسفوكانيز، هذا يعتبر the most specific زين analysis in acute MI، يعتبر من الأهم الانزيمات ذات الصل ذات الدلالة الصحية وتبلغ ذروتهم خلال 24 ساعة وأي وتعود إلى نسبتها بعد 72 إلى 96 ساعة. النورمال رينج مالتها من 5 إلى 525 يونت بير لتر. التروبينين تيست هو ميجر بالليفر أوف تروبينين البلاد، طبعا هو نوع من التروبينين ممكن انه موجود عليه نوع من انواع البروتين الموجوده في عضلات القلب وهو ما موجود في الحاله الطبيعيه لكن يصير دامج بالهارت ماسلز التروبين يتحرر يستند انتو ذا بلاد سيلز الى مجرى الدم. هارت دامج increases greater amount of troponin RNS into the blood. The normal range for troponin in the adult is less than 0.1 milligram per milliliter and the troponin is less than 0.3 times اللي هو تروبينين تي وتروبينين سي وتروبينين اي. تروبينين تي اللي هو ليزنان 0.1 ملغرام بير مليلتر وتروبينين اي ليزنان 0.3 ملغرام بير مليلتر. طبعا المايكروبين اللي هو ايضا من الانزيمات اللي يمكن انه كان ويديتكتد الهارد دامج ممكن أن نكشف عنها إذا كان أكون بالهارد دامج.
the myocardium is small oxygen protein found in the heart. يكون ملزم بالأكسجين الموجود في القلب والعضلات الهيكلية. When the heart muscles or skeletal muscles is injured, myocardium is released into the blood. يعني يصير بالعرض injury. فالميكروبين هو الحيوان يتعرض إلى مجرى الدم كان بيكوكلي يعني بسرعة ويستدير دم توجه مصر يبلغ الطمانين دي من 1 إلى 3 ساعة أكثر من أنسل كيوت أم أي ويبلغ ذروته من 4 إلى 12 ساعة ويرجع بعد 24 ساعة. The normal range for myoglobin level in the blood is from 65 إلى 72 ملغرام بير مليتر. الليبيد بروفايل اللي هو الكوليسترول، تريجليسرايد، أنديبو بروتين، أرنجا to evaluate persons for developing of atherosclerosis حتى نعرف يعني المرضى اللي هم الريسكي للأثيروسكليروسيس بتصل شرايين القلب. يعني if there is family history of premature heart خصوصا عند المرضى اللي عندهم أشياء عندهم history عائلي تاريخ عائلي لأمراض القلب أو عندهم diagnosis specifically بروتين أو تشخيص شذوذ معين في البروتين بروتين abnormality. طبعا الكوليسترول النسبة الطبيعية 200 فلرايد كلاسترايد لهاي الدينستي ليبوبروتين الليبوبروتين 60 لو دينستي ليبوبروتين والكوليسترول 130 والكوليسترول هاي دينستي ليبوبروتين ريشو 4. طبعا وصلنا هسه للكورناري ارتري ديزيز. الكورناري ارتري ديزيز او الاثيروسكلوروسيس تصلب الشرايين which is an abnormal location accumulation of lipid or fatty substance and fibrous tissue in the vessels well. These substances break, blockade, or narrow the vessels in a way that reduces blood flow to the myocardium. يعني الاثيروسكليروسيس هو تراكم غير طبيعي للدهون على المريض abnormal accumulation and المواد الدهنية والأنسجة fibrous tissue سجلفية في جدار وين in the muscles wall في جدار الأوعية الدموية وهذه التراكمات تش حتسوي حتخلق انسدادا great blockage or narrow يعني تضيق الأوعية الدموية وهاي من ضيق الأوعية الدموية ايش حيصير؟ حيصير الدوس بالباد فلو للتويلة مايوكارديوم. طبعا اكو هناك ريس فاكتر اكو موديفيبر يعني ممكن انه تتغير اللي هي في حالة كوليسترول ليفر يعني ممكن احنا ممكن نسيطر عليه السموكينج استعد السموكينج ايضا ممكن انهم غيرها يعني اذا ما حد يقدر انهم يغير الهايبر تنشن يقدر يسيطر عليه الدايبيتيك نقدر احنا ايضا نسيطر عليه الدايبيتيك من لكن اكو ريسك فاكتور ما نقدر نسيطر عليها
مثل الايج، يعني واحد وصل الى عمر معين ما نقدر احنا نخليه يوصل غير ال يعني شيء طبيعي انه شيء تقليدي لازم يوصل مثل هذا العمر، فبهذا العمر وتزداد نسبة التسلط الشرعي. الجندر يعني احنا شايف شاطر ضعيف انه بالجندر، يعني اكو المياه اكو قسم الى اكثر من المياه، ما امراض المستعملين بها امراض القلب. الفاميلي هيستوري هاي من نقدر احنا نغيره، احنا واحد عنده فاميلي هيستوري بالعاده عندها امراض القلب، فما نقدر هو اساسا مو علمي امراض القلب والرأس. كل هالشغلات احنا ما نقدر نموديفاي بس فاكتر. هسه اجينا على المايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن اذا نريد نعرفها نقول هي يصير سيلف بارت ديستربنس، يعني يصير تحطم بالتشو مالت عضلة القلب. السبب مالت كوز باي ريدوس بلاد فلو، نتيجة قلة الدم اللي وار ان كوريناري ارتري، قلة الدم موجود بالكوريناري ارتري اللي غدي عضلة القلب، وهاي سبب انه اما اكو اثيروسكلوروسيس اكو عضلة يعني اكو بالشريان اكو صاير اثيروسكلوروسيس تصلب بالشريان، او اكو كلوجن انسداد بهذا الصمام، اما امبارسيس او ثرومبوسيس خضرة او راس المعمى. السام سيبتم اوف اكيوت مايوكارديال انفاكشن، العلامات اللي يمتاز يمتاز يصير عند المريض تشيس بين سيبير تشيس بين، قد يصير عند ديسكون خطبهم او بارتيشن خفقان الار ساوند يجوز نسمع عن دي ثري او سبور، احتمال نسمع المرمر، احتمال يصير عند الانجليز بالجوبيلار ديناستيشن شباب، هاي الانجليز بالجوبيلار ديناستيشن والاس ثري والاس فور أكلها والمرمر أكلها سنة أخذها بالاسسمنت مالت الغار ونشرح بصورة مفصلة، بس هي هسه جت ذكر عنانة زين. احتمال شي يصير من عنده، يصير عند المريض يجوز يصير عند بلاد بريشر يصير إليفيتد يرتفع الضغط، أو احتمال يجوز يصير عند المريض كارديو شوك شوك صدمة يصير عنده يصير باص ديفيسيت عنده، يعني كلش عالي لأنه شنو عنده تغيير فبريليشن عنده اضطرابات بالكهرباء يوم تقلب الدرجة فان بالأذنية قد يصير قد يشوف بالإي سي جي ما تشوف عنده سي سيجمنت وتي يصير تشينج بيها، قد يصير عنده المريض بريديكارديا يصير عنده تاكيكارديا عند تباطؤ تسارع الضغط القلب، قد يصير عنده ديسارتمية اضطرابات النظم الكهربائية. هاي بالنسبة للقلب، بالنسبة للرسبيراتوري شو يصير عنده؟ يصير عنده شورت اوف بريفين تظهر عنده كل انواع الديسنيه، قد يصير عنده ديسنيه، يصير عنده تكي ادنيه، تسارع بالتنفس، يصير عنده كرفه، اذا مايوكارديال يعني اذا صار عنده كونجيشن بالبولمر كونجيشن، او يصير قد يصير دورات بولمري بولمر عنده ادينه بولمري ادينه، قد يصير عنده قصر انتستينال يصير عنده يا مريض شوف يسوع يشوف عنده يصير مع النفس نوزي فومتينج جد يورناري، قد يصير عنده تبريس يورناري أو بود، يعني هذا إنديكيت شنو عند المريض كارديوجينيك شوك. السكين إذا شوف السكين ما تفوت لان يصير عنده دايفوس يصير عنده سويتينج يعني يتعرق هو فيصير له مشاحن نيورولوجي، يصير عنده انزايتي يصير عنده ريسلس ما مرتاح يصير عنده هيتيك يصير عنده فيجوال ديستربنس يعني اضطرابات بالرؤية يصير عنده التريكس بالسبيتش يعني ما يقدر تغيرات بالكلام مالته يصير عنده تغير بالليفل اوف كونشيس يصير عنده سايكولوجيكال يصير عنده فيه يصير عنده انزايتي يعني خاف وقلق يكون المريض. هاي بالنسبة للمايوكارديال انفاركشن. الانجينا شباب الانجينا اذا احنا نريد نقول عليها هي شنية، هي از كلينيكال سيندروم يعني هي متلازمة سريرية
characteristic is determined by episodes or paroxysm of pain. يعني تتميز انه بنوبات من الالم او الضغط او بربسم او بين او بريشر ان ذا انتيريور تشيست في مقدمه الصدر. الكوزز السبب ليش يصير هذه الالام لانه بيصير انسفيشنت بالكورينري بلاد فلو بيصير عدل عدم تساوي او يصير يقول عليها عدم كفايه التدفق عدم كفايه التدفق مات الشريان الاكليلي. The insufficiency هذا عدم الكفايه result from degrees حيسوي degrees بالاكسجين supply يعني حيقلل من الاكسجين اللي تحتاج حتى to meet degrees myocardial demand. يعني هنا شي يصير راح يقلل الاكسجين اللي جاهز عضلة القلب اللي يعني حيصير شو اسمه عدم التوازن. عضلة القلب تحتاج انجريز اكسجين دمائي في حين هو شنو دا يصير عند المريض هو يصير انجريز بالاكسجين السلام فيصير يصير انبالانس يصير عدم التوازن. يوم يصير هذه الحالة حيصير عند المريض يصير عند هذا البين وهذا البرجر. يعني جان الدكتوريز يتمتاز بصفة انه متلازمة سريرية تتميز بنوبات من الألم أو الضغط بسبب أو براكسيسيز أو بين أو برجر الكوزيز ما تسبب لأنه أكو إنسفيشنز بالكورينر بلاد فلو وهذا الإنسفيشنز بالكورينر بلاد فلو حيسبب انه ديجريز بالاكسجين سبلاي تو ميت انجريز ديماي انجريز مايوكارديا ديماي فور اكسجين. يعني صار انه هنا صار عدم للتوازن صار امبالانس بين السبلاي ان الديماي فحيصير عند المريض هذا الالم. شباب تايب اوف انجاينا أكو طبعاً سيبل إنجاينا اللي هذه طبعاً اللي هو يكون الألم ثابت predictable and consistently that occur on exertion and is relieved by rest. يعني ثاني يكون الألم بالذات حصريا مستقرة يكون ألم ثابت ومتوقع ويحدث عند بذل الجهد بعد أكثر on exertion ويروح يم بالراحة. الآن سيبل إنجاينا اللي هو الذبحة الصدرية غير المستقرة وتسمى البري إنفاكشن إنجاينا يعني قبل الاحتشاء أو تسمى دورات كروسيند إنجاينا اللي تسمى يعني أو المتصاعدة الذبحة المتصاعدة كروسيند يعني معناتها متصاعدة أو هذه السبتم أثر more frequent and last longer than the stable angina. يعني هاي العلامات ما في الألم هنا تصير تحدث بصورة متكررة ووقتها يكون longer يعني أطول من وقت ال stable angina الذبحة المستقرة. And the pain may be occur at the rest والألم يمكن أنه قد يصير عند الرحم. هسه النوع الثالث اللي هو الفيرال انجاينا اللي يسمى البروزيتما انجاينا. شباب هذا البين يصير عند الرست with reversible ST segment elevation. طبعا شو يظهر بالاي سي جي؟ يظهر عند المريض ارتفاع بالمقطع مات الـ ST segment والكوزز ويعتقد أنه ناتج من نتيجة أكثر تشنج بالكوريناري أرتر كوريناري أرتري برزو سبازل استعمل اسكيميا هذا objective evidence of
الكيمياء طبعا هذه عندنا الافتقار الصامت يسمون بالعربي ودليل موضعي objective evidence of ischemia دليل موضعي عن نقص التروية لأنه قد يصل المثال عليها هو الاي سي جي changes with the stress test but the vision report no symptom يعني أنه يصير تغيير بالتخطيط أثناء فحص الستريس تيست أثناء فحص هذه من بين المريض يقف على الفريدمان يقف على هذا الحزام المتحرك فيصير تغيير به لكن المريض ما يبلغ عليه الفيشن بات فيشن ريبورت تو سيبتم يعني ما تظهر علامات عند المريض بس أكو صور تغيير بالتخطيط مالته أثناء الإجهاد هاي تسمى سايلنت إسكيميا. طبعا علامات السيمتوم مالت الانجينا انه تصير عادة العلامات تبتدى بين اور ديسكومفورتبل از نورلي لوكلايز اند مي بي ريليتد تو ذا نيك جوين شولدر اند انر اسبكت اوف ذا اوفر ارم اند يوجوالي ذا ليفت ارم يعني عادة الالم يصير موضوعيا ويمتد هذا الألم أو عدم الراحة يمتد إلى النين إلى الرقبة وإلى الفكين وإلى الجوانب الداخلية من الذراعين العلويين بعد نرأس بكتقوف أبر أرم وخاصة عندنا الذراع وخاصة عندنا الذراع الأيسر ويشعر أيضا المريض في رنج أو ويكنس بالضعف والتنمم يعني نمنس الارم بالذراعين والرأس بالرسخين والهاند باليدين هذا ما يبي أكون بين ويمكن أنه هذا الألم قد يكون مرافق إلى الشورتنس أوف بريثينج وبيلر يصير المريض شاحب ويصير الدايفروسيز يعني يصير عندنا يصير عنده تعرق يصير عنده ديزينيز يصير عنده يعني جوار ويصير عنده هيديك يعني رأسه يرجع ويصير عنده نوزيا ويصير عنده فومتينج. التريتمنت ميديكال تريتمنت هو ايرلي تريتمنت يستخدم اذن النيتروجلايسرين وهذا فائدته انه يسوي دايليتد الكوريناري ارتري. المورفين إلى أنه ينطي من 2 إلى 4 ملغرام حتى لمعالجة treated for their relief حتى لنوخر الألم و decrease blood return to the heart وإلى فائدة أخرى أنه يقلل الإنزاتي ويسوي relax بالsmooth muscle relax وبالإضافة إلى تأثير الآخر اللي هو الإنزيك المهدئات المهدئة. طبعا ينطي ايضا المريض الاكسجين 2 الى 4 لتر برميل ويستعدنا الثرمبولات ثربي اللي هو لازم ينطي كراتيريا من النطي وسيتروتوكانينس ينطي هكذا طبعا انتكوبلين الهبارين الاسبرين ينطي ايضا اللوكاين ينطي الكالسيوم شنل بلوكا ديجوكسين بيتا بلوكا الديمومين الدوبامين الدوبيتامين هكذا ينطي المريض مالتنا شبه هذا كان الفارماكولوجي. بعدين هذا المريض طبعا بالقسطرة شي يسووا له حيسووا طبعا بعد شهر دائما تستقر أموراته حيودوا قسم منهم قسم من البحوث اللي هو خلال 24 ساعة يقدرون يسوون الانجو يودون القصر حتى يشوفون يا شريان المتأثر فهنا طبعا بالقصر اللي يسووا له انه حيشوفون انه هذا المريض بالكورناري ارتري حيسمون القصر الى فيشوفون اي شريان المتأثر اذا كان بالامكان انه يعني احنا قلنا القصر قد يصير ثيرابيوتيك فهنا القصر ثيرابيوتيك يسمونها شنو الانجو بلاسم انهم يفتحوه عملون بالبالون او قد يخلون ستنت معروف على ستنت الشبكة او هذا هو البالون اللي يفتحون به.
طبعا الى مفاد تالي ايش حيسوون؟ حيسوون العمليه الكبرى اللي هي الكبد، اللي هي كورونا ارتري باي باس جراف، اللي هم هذا مثل الشريان المتاثر، حيسوون بريدت فور انذر شانل حتى تغذي المنطقه اللي هي المنطقه العمليه تسمى كبد، اللي هي كورونا ارتري باي باس جراف. طبعا هنا ناس احنا هذا المريض اجانا واحنا بالسيسيو. طبعا العلاج التمريضي احنا انا جبت لكم مشاكل، المشاكل الرئيسيه البروبلم بيشنال بروبلم او النيرسنج دايجنوستس اللي بالسيسيو، ونشوف شنو الانترفينشن اللي حصل كل واحد من هذه. طبعا هذا المريض قبل ما يقارب انفكشن او قبل انجان اللي عنده تسكين وهي مرافقتها فيدخلوا أول شيء دخلوا بالسيسيو، السيسيو هو كورونري كير يونت. هسه الدرس اللي دايجنوسيس طلعت لكم أول درس اللي دايجنوسيس أكوردنج تو نانتي التشيس بين. فالتشيس بين يعني الواحد عنده تشيس بين لازم أنت تسوي له أسيس للتشيس بين، لازم تاخذ له بروب إي سي جي ريكوردنج، تطبيق إن إل إس أند نايتريت أكوردنج تو أوردر، الأكسجين ثيرابي، كارديك مونيتور، بروفايل فيزيكال اند ايموشنال ريست. عفوا يعني هذا المريض يصير كلش قلق، فانه بعدين يعني لازم يصير فيزيكال اند ايموشنال ريست. المشكله الاخرى اللي شفناها بالسي سي يو هو ريسك فور ديجريز كارديك اوت بوت. اذا واحد عنده ديجريز بالكارديك اوت انت تيجي هذا المريض اذا جاك عنده ديجريز بالكارديك اوت تيجي تسوي اساس للسان سيتون اوف ديجريز كارديك اوتبوت. شنو السان سيتون للديجريز كارديك اوتبوت؟ اول صار المرضى عنده هايبوتنشن، صار عنده تكيكارديا، صار عنده فتيك، صار عنده ريدوس باليورناري اوتبوت، فور يسموه سانيوتيك. فهاي من العلامات مال ديجريز لو كارديك اوتبوت. فالتشخيص لازم تخليه راحه، بومنتريس، تعطي اكسجين، تعطي نايتريد از اوركا، ومولتر احنا نخليه راحة الهارت ريثم. المشكلة الأخرى إن المريض عنده ريسبيرتوري ديفيكولت، فهذا شو نسوي له؟ لازم تسوي اسيس للريسبيرتوري فور اور فور كيس كومفورتبل، تعطي لوكويد دايت، طبعا تيش ادهرنت تو دايت اند اكتيفيتي ديسكريبشن، يعني تصف له الحاجات اللي هو يمارسها. طبعا هنا المشكله الرابعه اللي شفناها انه المريض احنا مثل ما قلنا اذا عنده هاي العلامات اللي هو الكيس بين العلامات الاخرى المصاحبه الاسوشيتي كيس بيس انزايتي، فانت شو تسوي؟ لازم الريديشن تو اكسبريس، يعني تسمع المريض انه عبر عن مشاعره الانزايتي عن تفير يوز اوف فلكسبل فيزيتين اور الوي ذا بريزنس اوف سبورتيف فاينلي، يعني تسمح لأهله انه يشوفوا حتى يرتاح نفسيا. كوميونيكيشن باي انسرين كويشنز، يعني انت لازم اذا تجاوب على كل سؤال هو يسألك لازم تعطي سيديتيف انسرين فور سيديتيف اند انزايتي ميديكيشن از اوردر، انكريج اكتف بارتيسيبيشن ان ذا هوسبيتال كارديك rehabilitation program، يشجع على انه يكون عضو من اعضاء على انه ينتمي الى cardiac rehabilitation program، برامج التأهيل الموجودة في التأهيل القلبي اللي هي في المستشفى. زين يعني لما هسه هوم كير بس المريض اللي بيطلع للبيت لازم انت شنو تعطي teaching about medication follow up with physician، تأكد له انه لازم يسوي follow up with the physician. Maybe need to teach about coronary artery disease. إذا هو يحتاج إنه تشرح له شنو صارت عند الحالة. Teach modification of risk factor. طبعا يحتاج إنه تشرح له أيضا تعلم بالrisk factor حتى يتجنبها، مثل إذا كان وزنه يعني إذا كان obesity لازم يقلل وزنه، الدايت شلون ياكله، السموكينج شلون يمارسها، تقول له شو تنوتيفاي فور اني كيس من يور فيزيشن، يعني انه لازم يشوف الطبيب مالته في حال اذا ظهر
الأعراض ما نتعلم صدر في حالة أي ظهور من الآلام ما الصدر. طبعا هسه احنا وصلنا الى الكارديك ريهابيليتيشن. الكارديك ريهابيليتيشن هو بروجريسيف بروجرام وذ جول اوف هيلبينج بيشنت ريستور اند مينتين اوبتم هيلث وايل هيلبينج تو ريدوس ذا ريسك اوف فيوتشر هارت بروبلم. فهو طبعا التاهيل او اعاده التاهيل يهدف إلى مساعدة المرضى. هنا عندنا helping patient restore يعني معناته على استعادة صحتهم and maintain optimal health يعني استعادة صحتهم المثلى while helping والحفاظ عليها حتى to reduce the risk المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل to reduce the risk of future heart problem. طبعا انه الكارديك ريهابيليتيشن بمراحل او فيس. الفيس الاول هو ان بيشن بيريد كونسيست اوف 14 تو 17 دايز. طبعا الفيس الاول هو يكون في داخل المستشفى وتستمر فترته طبعا من 14 الى 17 يوم. طبعا the rehabilitation began as soon as the patient stable يعني انه تبدأ إعادة التأهيل مجرد ان يصير المريض بمستقر حالته الصحية. فنبدأ المفروض مجموعة من تمارين الحركة range of motion exercise for arm shoulder help to prevent interior chest wall pain. يعني انه نبدي مجموعة من تمارين الحركة للذراعين والكتفين فهذا يساعد على منع آلام الصدر الأمامي. patient may be helped to be able to sit in a chair for 20 to 30 minutes several times. يعني انه ان قد يكون المريض قادر يعني انه نساعد قادر على الجلوس لفترة من 20 الى 30 دقيقة ولمرات متعددة في اليوم بدءا من طبعا لمرات عديدة في اليوم began a few days after admission and he is encouraged to participate in self-care activities. وفي هذه المرحلة أيضا نشجع المريض على المشاركة في أنشطة الرعاية الذاتية يعني أنه نشجع المريض مثلا على أنه مش يلبس ملابسه، نشجع المريض على أنه مشط، نشجع المريض على أنه يغسل وجهه، نشجع المريض على أنه يمشي للتواليت. فبهاي المرحلة طبعا هنا هاي المرحلة المفروض understanding of condition يعني يفهم نشجع المريض على أن يفهم حالته الصحية، نفهم المريض الريسك فاكتور نسوي assessment للريسك فاكتور يعني نقيم العوامل الخطورة. وبهذه المرحلة أيضا البيرسونال هيلث بلان يعني انه نسوي التقييم والدعم
النفسي للمريض السايكولوجيكال اسسمنت، وبهاي المرحله ايضا يصير الريفيرال، وبهذه المرحله ايضا نفهم المريض على العلاج اللي يعطي له. هاي طبعا بهاي المرحله هذه الشغلات شباب اللي يقوم بها الممرض هي كلش مهمه. يعني هنا يبدا هذا الستيج اللي هو الفيس الاول، يبدا يما تستقر حاله المريض فنبدي نعلم مع التمارين الرياضية اللي هو رينج اوف موشن اكسرسايز، ونبدي للمريض نقعده نخليه يقعد على الكرسي سيتنج ان تشير فور سيفر بيريد اوف ذا تايم، ونخليه انكرج بارتيسبيت ان سيلف اكتيفيتيز يشارك بالفعاليات الحيوية، ونفهم المريض بالحالة مالته، ونسوي تقييم للعوامل مالت الريسك فاكتور، وبعدين نعيدنا ونخليه ونسوي بس خطة بلان بيرسونال هيلث بروبلم، ونسوي له دعم سايكولوجيكال اسسمنت سبورت، وبهاي المرحلة ايضا يصير ريفيرال يعني الإحالة، وبهاي المرحلة ايضا نعلم مع الادراك ثيرابي. شباب بس المرحلة الثانية الفيس الثاني اللي هو this phase encompasses the immediate post-discharge period which is typical period of 4 to 6 weeks. It focuses on health education and resumption of physical activity. يعني بهاي المرحلة اللي هي تصير بعد ما يطلع المريض رأسا immediate post discharge. هاي المرحلة ايش قد تستمر؟ تستمر من 4 إلى 6 أسابيع. شي تركز؟ تركز على health education، وتركز شلون انه يرجع للمريض للphysical activity resumption of physical activity. فبهاي المرحلة شو نسوي؟ احنا نحاول انه المريض انه يزيد من الاكسرسايز وورك كابسيتي، يعني سيد من التمارين الرياضية، نعلمه شلون المريض يسوي مونيتور himself or herself during exercise period. يعني نعلم شلون يسوي هو يسوي مونيتورينج لنفسه يما دي يسوي التمارين الرياضية. يعني مثلا انه نعلم شلون يقيس البالس مالته مثلا قبل التمارين وبعد التمارين. مثلا نعلمه اذا كان مثلا صارت عدة علامات مال التعب مال تشيس فتيك ويكنس او صار عنده مثلا chest pain difficult، فانه لازم يوقف التمارين اللي يمشي بيها وياخذ حبايه تحت اللسان. فنعلمه شلون يسوي مونيتور himself or herself during exercise period. نعلم المريض ايضا انه على العناوين على الريسك فاكتور شلون يسوي لهم موديفيكيشن، الستريس مانجمنت، الدايتري موديفيكيشن، يعني يسوي لو بالفات انتيك، السموكينج لازم انه يقطعها سيسيشن، نعطي فكره عن الهارت، نعلم على السكشوال اكتيفيتي ايش وقت يمارسها، يعني الكارديك ميديكيشن نعلم عليها، عنده وش يسوي اذا هو شعر بالاعراض اجتي عليه، يعني what do they do when they feel for the symptom، يعني شو يسوي مثلا اذا صار عنده شيء مين نعلمه، نقول له مثلا هاي الحبابي مال مثلا اذا كنت انت يعني بدك تشتغل يعني في اكسرسايز يتوقف لازم ياخذ راحه، ياخذ حبايه تحت اللسان اللي هو النيتروجلايسرين اللي هي الانجسيد، اذا ما فادته وحده ياخذ حبايه لخ، اذا ما فادته الثانيه فلازم انه بالثالثه يخليها ويجي راسا للمستشفى حتى يسمون تخطيط حتى يشوف صارت عده من شغلات جديده. ف المهم يعني نعلمه انه المريض شو يسوي يما نصير عنده هذه الاعراض. هاي المرحله شنو؟ مرحله ثانيه. هسه المرحله الثانيه
is open to as the maintenance phases of cardiac rehabilitation. يعني هنا يصير هنا بالمرحلة الثالثة أنه هي مرحلة يعني على مدى بعيد مينتنس يعني على الصيانة يعني بالعربي مينتنس أو البقاء الفيس الباقي في كارتيك ريهابيليتيشن هذا يكون فيس لونج تيرم لايف ستايل تشينجز يعني أنه نعلم شلون يغير نمط الحياة مالته شلون يتبع ريجولار اكسرسايز بروجرام لازم يتبع تمارين منتظمة بالبرنامج التأهيل طبعا هذا البرنامج will be help practice and keep healthy behavior and habits goal نعلم انه الهدف من البرنامج مالت التأهيل انه يعني نركز له باللايف ستايل شلون يسوي تشينج لها حتى قلل من المشاكل الصحية اللي يمكن أنه تكون بالمستقبل مع أنه continuous for exercise يعني مستمر أنه بالتمارين الرياضية حتى to regain physical function حتى ترجع له عندنا الوظائف الفيزيولوجية مال الجسم زين المرحلة طبعا the duration of phase 3 may from 6 to 12 weeks يعني الفترة مالته من 6 إلى 12 أسبوع with the patient required to attend cardiac rehabilitation unit 2 to 3 times weekly يعني أنه يحتاج هذا المريض أنه يجي للcardiac rehabilitation على الأقل مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع حتى for the structure exercise ليأخذ تمارين رياضية ويطو طبعا اللايف ونأكد لبهاي المرحلة على اللايف ستايل انترفينشن أي موديفيكيشن يعني لازم انه يسوي بهم زين المرحلة الرابعة شباب هاي المرحلة اللي هو على مدى بعيد يعني constitute the component of the long-term maintenance of lifestyle changes على مرحلة بعيد هذا شنو انه يحافظ شلون يحافظ على انه اللايف ستايل تشينجز على يعني نمط الحياة اللي حصير تغير بيها يعني يكون هذا المريض حيصير بروفيشنال مونيتورينج اوف كلينيكال ستاتس يعني المريض انه حيعرف هو يصير ماني يعرف شلون يراقب نفسه يراقب بالعلامات السريرية مالته يعني انتو يمكن شايفين مريض انه مثلا صار له بس 5 سنوات أو 7 سنوات كانت عنده acute myocardial infarction بس سوى هذا المريض لو تحجون عنه لو تحجون وياه شوفه هو يعرف يقول هاي اني الاكلة ما اكلها لان اذا اكلها صار عندي الم هذه انه مثلا اني ما اطلع بالجو البارد لان اذا اطلع بالجو البارد ايضا يصير عندي فهذا شنو شوفوا قلل من يعني قطع السموكين ما قام انه يحاول يقلل وزنه فهذا المريض يعني قام يعرف الشغلات اللي تأذيه والشغلات اللي انه يمشي عليها يعني حاول هذا المريض شوفوا انه يقول انا امارس تمارين الرياضيه continuous exercise and يعني ويسوي لايف ستايل موديفيكيشن يعني بدأ يعرف صار بروفيشنال هذا على المدى البعيد هذا الفيس شلون المريض يبقى على المدى البعيد به شباب ايضا هسه خلصنا الريهابيليتيشن هسه حنبدي عندنا بالكونجستيف هارت فيلر الكونجستيف هارت فيلر هو انيبلتي اوف ذا هارت
to pump adequate amount of blood to all vital organs. يعني هنا هننقلب انه عاجز يكون عن ان يضخ الكميه الكافيه من الدم لقابل احتياجه لكل الاورجن للاعضاء ما تجسم. شباب الكونجستيف هارت فيلر اكو بي تو تايب اللي هو الليفت هارت فيلر واكو الرايت هارت فيلر. طبعا الايتولوجي مالته قد يكون اما انه يقول الهارت فيلر انكريز وذ ادفانس ايج, قد يكون كورنري ارتر ديزيز, قد يكون دايابيتيك, السموكينج, الاوبيسيتي, الاليفيتد بالكوليسترول, يمكن قد يسبب الابنورمال هاي اور لو هيماتوجريت ليفل, يمكن قد يسبب هارت فيلر, البروتينيوريا يمكن قد يسبب, حتى الانيميا والانفكشن يمكن قد يسبب, ثايروتوكسيسي اهمينا يمكن ان يسبب, الهايبوثايرويدسم يمكن قد يسبب, الارثميا يمكن قد يسبب هارت فيلر, البكتيريال اندوكاردايتس يمكن ان يسبب, الفالفولار ديسفكشن يمكن ان يسبب, البولميناري امبوليزمز, البولميناري ديزيز, هذه الشغلات شباب يمكن انه كلها تسبب انها هارت فيلر. الكلينيكال بيكتشر بالليفت هارت فيلر طبعا انه اللي حيصير انه لكون الرئه قريبه من جهه الليف فشوفون اغلب العلامات فيما تخص الليفت هارت فيلر. طبعا بالليفت هارت فيلر انه اللي حيصير عندنا العلامات اللي تظهر بعد تظهر عند الأورثوبنية, يعني ان المريض تظهر كل انواع الدسنية بعد الأورثوبنية, البروكسيسمال نكتشيريا الدسنية, تظهر عند الاكسيرشنال الدسنية, يعني كل انواع الدسنية اللي احنا بعد تظهر عند البولميناري اوديما اللي هو الدسنية with cough والسبيوتم شنو يصير ويا يصير فرو او قد يصير دورات عندنا يصير لونه اما وايت كيلر او دورات يصير بينكش كيلر بعد هنا سبيوتم قد يصير كريكا بالرئه يعني ما يتجمع بالرئه فبعد ساينوسيس. هاي كل هالعلامات تقريبا تشوف انه قريبه جهه اللفت من الهارت, فصير تقريبا كل العلامات فيما يخص بعض اللي حيصير. طبعا اشرح لكم بعد شي يصير بجهة اللف باعوا شباب. هسه احنا اذا جبنا هذا القلم مثلا نرسم لكم اللي حيصير انه اذا نريد نرسم خلنا نرسم لكم هنا انا باعوا. طبعا هنا هذا ادنى جهة هاي جهة اللف وهاي جهة الرايت. فهنا من يصير بجهة الليفت لسبب من الأسباب اللي احنا قلناها, هاي طبعا اللانج هنا موجودة فلسبب من الأسباب, يعني قد يكون هسه شباب بالكورس الثاني يشوفون واحد من الأسباب مالت الهارت فيلر يمن يصير اكو ديفكت بالفالف. هسه احنا ذكرنا يمن اكو ديفكت بالفالف يعني قد يكسر جايج روتيشن او قد يصير ستينوسيس بالفالف. نفرض هسه صاير عندنا ستينوسيس بالمايترال فالف, فيمن يصير هنا ستينوس بالمايترال فالف هنا حتتجمع كميات كبيره من الدم بالليفت اتريوم. فيمن يجمع هاي الكميات شباب الكبيره من هنا اول شيء طبعا بالمايتروسينوسيس طبعا هنا هذا حيصير ضيق بالفتحه مالت المايترا. فالدم هنا شنو يعني تصير الكميات الكبيرة هنا حتتجمع لأن لما يصير كونتراكشن مرحلة الكونتراكشن بالليفت اتريوم هنا والفتحة هاي ضيقة حصير كمية قليلة من الدم اللي توصل للليفت اتريوم في حين الليفت فنتركل في حين تجمع الكمية الكبيرة بالليفت اتريوم. فهاي شنو نتيجة لهذا انه حيقل
يصير له كارديك اوتبوت، لان هنا كميه قليله فيصير له كارديك اوتبوت عند المريض. هنا من تجمعت الكميه الكبيره بالليفت اثريوم، مرور الزمن حيصير عندنا دايليشن، حيرتفع الضغط بي، يصير هايبرتروفي، يصير هايبرتنشن. هنا الدم دا يجي من الرئه عن طريق هذا الفصلز المولميناري فصلز. فشي يصير بعدين هنا اذا صار الضغط اعلى من الضغط مالت البولمينار فصلز او مقارب اليه، فشي يصير باك وورد للبلاد، وين؟ لللانج. فمن يصير باك وورد باللانج شي يصير؟ حتتجمع كميات كبيره من السوائل، حيصير عندنا بولمينري اوديما. هنا منو اكو؟ اكو باللانج اكو ارتري يصل بين اللانج وبين الرايت اتريوم، فهنا هذا البولمينري ارتري. هنا حيصير بي بالنهايه حيصير بي يزداد ضغط بي، حيصير هايبرتنشن بالبولمينري ارتري. بولمينري ارتري يرتبط بين اللانج وبين الرايت اتريوم. زين هسه احنا وصلنا شنو؟ لما صار باكورد للبلاد وراح طبعا هنا حتجمع كميات من اللانج، فتظهر هنا للمريض، المريض حيصير بالليفسايد فيلر، حتظهر انواع كل انواع الدسنيه اللي ذكرناها. هسه جينا الى جهه الرايت، جهه الرايت هنا هذا البولميناري ارتري حيتاثر، فاذا ارتفع الضغط هنا هاي جهه الرايت حتتاثر. شنو هنا؟ حتتجمع اذا صار الضغط مالت البولميناري ارتري عالي، فهنا تتجمع كميات كبيره من الدم حصير وين؟ بالرايت بالرايت فينتريكل. فيصير مرور الزمن حيصير عندنا يصير عندنا فيلر بجهة الرايت. العلامات اللي تظهر بجهة الرايت هي من يصير عندنا فيلر فالرايت فينتريكل حيتأثر والرايت اتريوم يتأثر. بالرايت اتريوم من تجي؟ تجي بي تجي طبعا هنا اذا احنا نجي نرسم هنا بل مع هنا هذا اس هنا هذا الرايت اتريوم، طبعا هنا هذا الرايت اتريوم. من يصبي؟ يصبي الانفيرا فينا كيفا والسيوبرا فينا كيفا. الانفيرا فينا كيفا اللي يجيب الدم من كل انحاء الجسم وين؟ الى الرايت اتريوم. زين هسه اذا كان هنا الضغط عالي فايش حيص بالرايت اتريوم؟ اذا جمعت كميات كبيره يعني من يصير فيلر بجهه الرايت انه الرايت فينتريكل يصير unable to pump of the blood. فشنو حتتجمع كميات كبيره من الرايت من الدم بالرايت فينتريكل، واذا جمعت منو هنا تاثر؟ الرايت فينتريكل. منو حيتاثر بعدين؟ الرايت اتريوم. الرايت اتريوم ما زال بيجي الدم من الانفيريور والسوبرا فينا كيفا. فايش حيصير؟ انه هذا ايش حيصير بمرور الزمن؟ حيصير باك وورد للبلاد. فايش حيصير؟ اللي حيصير عندنا اول شيء من يصير باك وورد للبلاد حيصير اكو ديستنشن يصير بالجوجولار فين. حيصير عندنا انه ايضا الدم يمن يصير باك وورد للبلاد ايش حيصير؟ حيتأثر الليفر، الليفر لأنه قريب من الهارت فيتأثر بيصير انيلارجمنت. حيصير السبلين أيضا انيلارجمنت. حيتأثر الأبدومن نتيجة لزيادة الهيدروستاتيك بريجر فيصير بيها اسايتس. فحيصير عند المريض البنت أودمة حيصير زيادة بالوزن. فهاي العلامات شباب هي اللي تظهر هاي بجهة الرايت. النيرسينج مانجمنت طبعا هذا المريض اللي هنهم اللي هاي علاماته حيطو طبعا الدايرتك. الدايرتك شباب هو المثال عليه اللازكس اللي هو شنو هذا الدايرتك شباب؟ هذا هو مدرر
يعني الوظيفة مالته هو مدرب. تعرفون يمن واحد يطوي دايريتيك لازم ان يدرر، واذا درر طبعا يطلع الادرار. الادرار هي السوائل تطلع من داخل الجسم، فيطلع وياها شنو؟ تطلع وياها املاح. فالمريض اللي ياخذ دايرتك لكن اكو شيء يراقب به. واحده من الاملاح المهمه اللي تاثر على عضله القلب هو البوتاسيوم، فلازم الممرض اللي يعطي دايرتك بكميات كبيره للمريض لازم اهم شيء يراقب البوتاسيوم. شباب ينطي الديجيتال، الديجيتال ليش ينطي؟ حتى يسوي كونتراك، حتى امبروف كونتراكشن اوف ذا هارت. زين اكو سايد افكت للديجيتال، هو شي يصير بي؟ يصير عندنا للمريض يصير بريدي كارديا. فلازم الممرض اللي يطي الديجيتال لازم قبل ما ينطي شي يقيس، يقيس البلس، يشوفه اذا اقل من 60 لازم يتوقف ويخبر الطبيب به. شباب الانتيكوغلانت ايضا ينطي، ينخاف لصير عنده خثرة. ليش ينطي الانتيكوغلانت؟ حتى تو بريفينت فور ذا كلوت. شباب الانتيكوغلانت واحدة من السايد افكت المهمة مالته يصير عنده بليدنج، فلازم انه الممرض يمن يعطي الانتيكوغلانت لازم ينتبه للسايد افكت مالته. شباب الانتيكوغلانت المثال عليها شنية؟ الاسبرين، الوارفارين، الهيبارين. صحيح هو انتبليتليت بس الاسبرين بس هو يدخل تحت عنوان ايضا الانتيكوغلانت ولازم يراقب عليه. شباب الفايزودايليتر اللي هو توسع الأوعية الدموية، المثال عليها شنو؟ الانجسيد. شباب هاي الفايزودايليتر الانجسيد لما ياخذها المريض شي يصير؟ يصير عنده هيدك. ليش يصير عنده هيدك؟ لانه هاي وحده من السايد افكت مالته. صحيح هي توخر الالام لان تسوي فايزودايليتر توسع، بس بنفس الوقت تسوي هيدك للمريض، فلازم احنا ننتبه الى الاعراض الجانبيه مالته. شباب هسه بعد ما اعطيناه هاي الميديكيشن، هاي من اهم الميديكيشن اللي تنطي في حاله الهارت فيلر، لازم انت تشيك شنو؟ تشيك المريض الاوتبوت والانبوت، تشيك الويت مالته، لازم نفس الملابس بنفس الميزان بنفس الوقت، وبروفايد لو صوديوم دايت، اسكلتيشن فور ذا لانج ساوند. طبعا تسوي ديتيرمان الديجري فور جوجلر فينوس ديستنشن. شباب هسه انا اعلمكم شلون احنا نقيس الجوجلر فينوس ديستنشن لما نصل للهارت، وانه لازم انت تقيس ياله للمريض وتشوف ايش قد صارت. زين اسيس فور ديبندنت أدمة. شباب لازم نسوي احنا لازم نشيك الأدمة مالت المريض، ولازم انه شو تسوي؟ انه ترفع الليفيتد فور ذا لور اكستريمتيز اذا كان بيها أدم. زين مونيتر الفيتال ساينز يعني شباب هسه احنا وصلنا للهايبرتنشن. الهايبرتنشن اذا يعني دورات انه احنا نعرفه نقول ناو از هاي بلاد بريشر، فمعناته شنو؟ انه لونج تيرم ميديكال كونديشن ان ويتش فبلاد بريشر ان ذا ارتري يصير يعني is elevated، يعني البلاد بريشر بالارتري مرتفع، فيصير الهايبرتنشن. يمكن نعرف نقول السيستوليك بلاد بريشر will be more than
140 أو دورات طبعا نقدر إنه نقول عليه أو والديستوليك بلاد بريشر يصير أما مور ذان أو أكوال 90. ف الهايبرتنشن طبعا اكو بي تو تايب، اكو البرايمري هايبرتنشن واكو السكندري هايبرتنشن. البرايمري هايبرتنشن ما معروف السبب without identify cause. السكندري هايبرتنشن قد تكون اكو اسباب وياه، يعني it is elevation in blood pressure with an exact cause، يعني الكوز مالتم مضبوط ومعروف. هذا شيء يمثل حوالي 5-10% of total cases. الكوزز مالت السكندري هايبرتنشن قد يكون congenital narrowing of aorta، يعني اكو يعني تضيق بالشريان الابهر. يمن اكو رينال ديزيز، يمن اكو بالاندوكراين ديس اوردر مثل متلازمه كاوشينج سيندروم، او نيورولوجيك ديس اوردر قد يكون برين تيومر، هيد انجري، او سليب ابنيه، او قد يكون ميديكيشن ايضا قد يسبب. طبعا السان سيبتم مالت الهايبرتنشن يجولي السيبتم مالت بدورات شباب ما تظهر عند علامات المريض، يعني ابو الهايبرتنشن يجي عن طريق الصدفة، يجي للمستشفى كان يجي يشيك على شغلة وبعدين يشيك الضغط مالته تطلع عنده هايبرتنشن. يمكن قد يسبب ايضا الهايبرتنشن قد يسبب الهيديك، قد يسبب ديزيز، قد يسبب ورتجين، يعني انه غواش بالعين. زين العلاج مالت المانجمنت مالت الهايبرتنشن يضمن شيء مهم. الشيء الاول هو اللايف ستايل موديفيكيشن، والشيء الثاني اللي هو الفارماكولوجيكال ثيرابي. شباب باللايف ستايل موديفيكيشن يعني يضمن شنو؟ التركيز الممرض لازم المفروض يركز علم المريض حول weight reduction، داش دايت اللي هو dietary approach to stop hypertension اللي هو شنو؟ يصير low sodium، low fat، reduce for alcohol، exercise، stress management، يعني reduce the stress. طبعا administrate medication as prescribed as diuretic into hypertension، provide for the patient and finally teaching about advanced medication to reduce weight and restrict the patient to restrict for sodium، يحدد sodium، الكحول، الكوكاي، الانتيك، يعني السموكينج سيسيشن يوقفها. طبعا لازم الممرض يسوي ديسك ذا امبورتنس اوف ريجولار بريشر مونيتورنج، يعني انه يخبر المريض على ضروره انه فترات منتظمه هو يقيس المريض البلاد بريشر مالته، ياكد على انه على المدى البعيد ديسك ذا امبورتنس لايف medical follow-up examination، على انه لازم يسوي follow-up examination للطبيب. فهذه الشغلات هي المهمة اللي لازم نأكد عليها بالنسبة للمريض أو الهايبرتنشن. شباب هسه بمحاضرتنا وصلنا الى الانفكتيف اندوكاردايتيز. الانفكتيف اندوكاردايتيز اذا نريد نعرفه نقول هو is an infection of the inner
surface of the heart. يعني يصير التهاب بالأحشاء الداخلية من ال من ال من بال بالإنار surface of the heart, الأحشاء الداخلية من القلب واللي هو يتضمن usually the valve. Causes مالته شباب مالت infective endocarditis, هذه مهمة اللي هو شنو streptococcus. والكوزز أيضا أنه يتضمن الستايفلوكوكايز والنيتروكوكايز والنيوموكوكايز are most common بكتيريا وفيروس وفانج, يعني فطريات البكتيريا والفيروسات والفطريات. هناك أكو ريسك فاكتور فور انفكتيف endocarditis اللي هم من هم اللي يمكن ان نعتبرهم هم ريسكي للانفكتيف endocarditis. طبعا دول الاشخاص هم مهمين لان هم ريسكي, فدول لازم ما دام هم ريسكي لانفكتيف اندوكارديتس فيمن يسوون اي بروسيجر شباب حتى مال قلع سن او يسوون اي بروسيجر يخصهم بحياتهم, فالمفروض انه يخبرون الدكتور هم عندهم هاي الشغلات حتى يعطيهم كانتيبايتيك كبروفيلايتيك حماية لهم. شباب هذول هسه نتعرف عليهم, هذول مهمين الريسك فاك, فمن هم الريسكي فور انفكتيف اندوكارديتس تقولون الاشخاص اللي هم عندهم ارتفيشال هارت فالف, يعني اللي عندهم صمامات صناعيه هم يكونون دول ريسكي. الاشخاص اللي هم عندهم انترا كارديك ديفايسز اللي هم يعني عندهم مزروع لهم هذا الجهاز أجهزة يكون امبلمتبل كارديو فيرتر ديفبريليتر, يعني أجهزة مالت تنظيم ضربات القلب أو مالت ريجوفان اللي هو كارديو فيرتر ديفبريليتر لزارعي لهم أجهزة يعني تنظم الرجفان مالت القلب. اللي أشخاص اللي هم اللي عندهم congenital heart defect اللي عندهم يعني عيوب قلبية وراثية, يعني congenital heart defect اللي هم أهل اللي are there for the cyanotic اللي هم اللي تظهر بهم عندهم علامات مات السينوتيك اللي هم شنو مال عندهم congenital heart defect. الأشخاص اللي عندهم history of infective endocarditis أيضا هذول هم يعتبرون ريسكي للإنفكتيف إندوكارداتيز. الأشخاص اللي عندهم كرونيك روماتيك هارت ديزيز أيضا يعتبرون هم ريسكي فور إنفكتيف إندوكارداتيز. الإيج اللي إلى ريليتيد الديجنيريتيف فالفولار ليجن, يعني الأعمار اللي إلها علاقة بتكلس الآفات الصمامات. الهيموداليسيز الأشخاص اللي هم على الهيموداليسيز يكون أيضا ريسكي للإنفكتيف إندوكارداتيز. الدايبيتيك ميلايتيز يكون أيضا ريسكي للإنفكتيف إندوكارداتيز. الكحول الأبيوس يعني هذول المدمنين على الكحول يمكن انه قد يكونون ايضا ريسكي للانفكتيف اندوكارداتيز. اللي عندهم نقص الاتش اي في اللي عندهم نقص المناعه البشريه او عندهم الايدز هذول ايضا ريسكي. الاشخاص اللي يتناولون المواد المخدره عن طريق الوريد الانترافينوس دراج
use. هذول أيضا هم risky for infective endocarditis. شباب شنو السان سبتم للإنفكتيف إندوكارديتيز؟ شو صير عندهم المرضى؟ صير عندهم فيفر، صير عندهم ملايز تعب، صير عندهم فتيك، يعني شافوا إنهم فيفر 97% من الناس، شافوا إنه الملايز إنديورنس فتيك إن 90% of the people، شافوا أكو يصير الهارت مرمر والويت لوس والكافينج يمكن قد يصير أكثر 35% of the بيوبل. أكو الفيزكا فينومينيا اللي هو أدنى أكو سبتك امبولزمز اللي هو طبعا الانسداد الانتنائي اللي يسبب مشاكل ثرومبو امبولين problem such as stroke يعني الجلطة الدماغية اللي تصير بالدماغ أو gangrene of finger قد تصير عندهم. شباب أكو علامات أخرى قد تصير عندهم مثل هاي عندنا جاني آي الديجن اللي هو يصير بينليس يمورج كاتينيوس ديجن on the palm and soles آفات جلدية نزفية تكون غير مؤلمة على الراحتين والأخمص مثل هذه الآفات الجلدية اللي تظهر اللي يسموها عندنا تشانيوي ديجن البيتيجيا شباب مثل هاي باع وقد تظهر عندنا المريض أبو الإنفكتيف إندوكارديتيس عندنا قد تظهر عندنا الروث سبات ريتينيال هيموريج اللي هو بقع روث نزفية على الشبكية تظهر نزفية الشبكية عندنا الأسلر نود اون فينجر أو توز هذا طبعا عقد أوسلار يصير على الأصابع وعلى أصابع الأقدمين تظهر طبعا قد يصير يظهر عنده الهيموريج يصير عنده هيموريج نزيف أو كونجكتيفال هيموريج سبلندر هيموريج يعني خطوط رفيعة صير تحت الأظفر خطوط حمراء تحت الأظفر رينال انفكشن انفكت يعني يصير احتشاء بالرينال أو بالسبلينج انفكت أو احتشاء بالسبلين أو قد يصير حدنا كلومو ريولو نفرايتز التهاب كبيبات الكلى بوزيتيف سيرم روماتيك فاكتر قد يصير علامات أخرى يصير عنده نايت سويت قد يصير عنده أنيميا قد يصير سبلينوميجالي يعني تضخم الطحال شباب عرفنا العلامات عرفنا شنو الاندوكارديتيس وعرفنا شنو المسببات وعرفنا الريسكي من هم الناس الريسكي للانفكتيف اندوكارديتيس وعرفنا السانسبتم هسه حنعرف شنو هي الدايجنوستيك ستديز طبعا اللابوراتوري ستديز او الدايجنوستيك ستديز اللي هي تتضمن طبعا حيسووا له بلاد كلتشر لهذا المريض حيسووا له وايت بلاد سيلز يقيسوا يشوفون ديفرينيشن مالته يشوفون يسوون ايكوكارديوغراف يسوون تشيس اكس راي هاي هي الدايجنوستيك هسه شنو هي الرعايه اللي تتقدم لهذا طبعا دول المرضى اللي هم الرسكي اللي احنا هسه قلنا عليهم هذول المفروض ينطي لهم بروفلاتيك انتيبايتيك تريتمنت فور ات ريسك هافينج سبس بروسيجر انكلود دنتال ريسبيرتوري جنتيوريناري يعني اي بروسيجر يسووه انه لازم ينطي الى هذا المريض انتي بايتك بروفيلايتك حمايه له
طبعا هذول المرضى اهل الانفكتيف اندوكارداتيس قد ينطي لهم الانتي بايوتيك ادمنستريشن قد يستمر هذا من اسابيع الى اشهر ويكس تو مانث فور انتي بايوتيك ريكواير يحتاج. فشيس كأنك ممرض المفروض يسوي مونيترينج للانتيبايوتيك سيرم ليفلز، يعني من يجينك مريض لازم تسوي له مونيترينج لهذا، ويسوي له ايضا مونيترينج للبلات كلتشر ومونيترينج ايضا للرينا اند هيباتيك فاكشن مونيتر. والمريض اللي اهل ابو البروستاتيك فالف اندوكارداتيس هذا يكون بوري ريسبونس للانتيبايوتيك، فشي يسوونه هيسبوله عندنا الفالف ريبليسمنت يعني تبديل الصمام. طبعا انت لازم الممرض ايضا يعرف identify those at risk، يعرف من هم الريسكي من خلال انه يمن ياخذ الاسسمنت اوف هيستوري او اندرستاندينج اوف ذا ديزيز بروسيس، فيبدي انه تيتش امبورتين اوف ادرس تو ذا تريتمنت ريجيم، يعني انه لازم الممرض انه يعني يعلم المريض على ضروره الاهتمام بال